أهلا أهلا، أخباركم حبايبي؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. وصفتنا اليوم رح نستغل فيها شغلة أكيد موجودة بكثرة بكل بيت، وبكون فيها البايت وما إله أي لازمة. وأكيد قبل ما تنتهي صلاحيته، إيش رأيكم نعمل فيها الحلى اللي كتير بجنن ولذيذ؟ حبايبي تعالوا كملوا معي الفيديو للآخر، لأني رح أحكي فيه شوية أسرار وملاحظات عشان تنجح معاكم الوصفة، أكيد اوعوا تفوتوها. قبل ما نبدأ الفيديو أكيد بدنا نصلي على الرسول ونكسب أجر أنا وإنتو، ويلا نبدأ. بسم الله. من الخبز البايت راح أحتاج لست أرغفة، سواء كان خبز عربي أو لبناني أو حتى البيتا الموجود عندنا بغزة. راح أقطعه لقطع كتير صغيرة مثل هيك، سواء بإيدي أو حتى بمحضرة الطعام، وراح أكون محضرة كوبايتين من الحليب المغلي. الحليب اللي أنا استخدمته في هاي الوصفة هو الحليب البودرة، بضيف لكل كوب من المية 3 معالق كبيرة من الحليب البودرة وبحركهم كتير منيح. وضروري هان تتأكدي إنه الحليب عندك ساخن عشان يدوب الخبز كتير منيح. وراح أضيف معاه معلقة كبيرة من البيكنج باودر ومعلقة كبيرة من الفانيليا أو مغلفات مثل هاي الجاهزة، وبقلبهم مع بعض وبتركهم لحد ما الخبز يتشرب كل الحليب اللي ضفناه. حتركهم حوالي 10 دقائق يتشتش ويفشفش، وأكيد هاي مصطلحات ما بيعرفها إلا أهل غزة. وأكيد هانا على ما الخبز يتشرب بدي أحضر القطر. بطنجرة على النار بدي أضيف 2 كوباية من السكر وعليهم 1.25 كوب من المية. ضروري القطر لهذا الحلى إنه يكون سميك شوي، وعشان نعطيه نكهة لذيذة أكيد بدنا نضيف له كم حبة من حبات الهيل، أو فيكم تضيفوا الجرنفول أو القرفة، أي نكهة بتحبوها. ومن غير ما أحركهم حتركهم على النار لحد ما يدوب تماما. بعد هيك بضيف له شرحة من شرحات الليمون وبتركه 7 دقائق على النار، وبعد هيك بيكون صار معانا جاهز. ويلا هالحين نرجع للعجينة بعد ما تشربت الحليب وصارت مثل هيك، أكيد رح أدعكها بإيدي كتير منيح. وخليني هان أحكي لك بعض الملاحظات. لو حسيتي إنها رخوة والسائل فيها كتير بتقدر تضيفي كمان خبز، وإذا حسيتيها ناشفة ما فيها أي سوائل أكيد فيك تضيفي لها حليب مغلي. بس كل إشي بدك تضيفيه بده يكون بالتدريج لحد ما توصلي للقوام هذا. عجينة متماسكة لكن شوية بتدبق في الإيد. رح أبدأ أخذ منها قطعة صغيرة وأكورها، وأكيد لو حسيتيها بتلزق في إيدك كتير بتقدري تدهني إيدك بشوية من الزيت النباتي، واستمري لحد ما تخلصي كل الكمية. ما تستهينوا بهاي الوصفة، بتطلع لنا كمية عن جد وفيرة. يعني فيكي تحضريها من قبل بوقت لضيوفك وتحطيها بالتلاجة، أكيد بدك تغلفيها كتير منيح وبس يجوا وبتقليها. وهيك أنا جهزت تقريبا نص الكمية اللي عندي. زي ما حكيت لكم الكمية عن جد وفيرة. صار معاي القطر هالحين بارد زي ما انتو شايفين، وقوامه تقريبا تقيل. رح اضيف طنجرة على النار زيت نباتي وابدأ اقلي. اول ما بسخن عندي الزيت رح اضيف حبات الحلى. شايفين هاي الفقاعات الصغيرة اللي بتكون حوالين الحبات؟ هاي دليل على انه درجة تسخين الزيت هيك ممتازة. وهالحين انا متأكدة انكم كلكم حتسألوني درجة حرارة النار هتكون عالية ولا هادية. اذا عالية بتحمر بسرعة من برا وهو لسه من جوا مش مستوي، واذا هادية رح يشرب معانا السيرج او الزيت النباتي. فعشان هيك بدنا نخلي درجة الحرارة هي الوسط، وبستمر بالتقليب لحد ما ياخد معانا اللون الذهبي اللي بياخد العقل اللي كلنا اكيد بنحبه. وأكيد في مرحلة القلي حاولوا أنكم تكونوا منتبهين كتير عشان لا سمح الله ما ينقط عليكم أو يطرطش الزيت ويصير فيكم حروق. أول ما بوصل لدرجة ذهبية هاي على طول بطلعه من الزيت وبضيفه على طول على القطر. لازم يكون هو سخن والقطر بارد عشان يشرب معانا القطر ويضل مقرمش من برا. بتركه هيك بالقطر حوالي 3 دقايق يتشرب. بعد هيك بصفيه وبقدمه، وأكيد ما بيحلى إلا مع فنجان قهوة.
وعن جد عن جد ولا ألذ. وبس هيك يا حلوين، بتمنى انكم تجربوها، وصحة وعافية على قلبكم.